سلام البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ كدير مع الصحة؟ لاباس، يا ربي تكونوا بخير على خير. عواش مبروك علينا وعليكم الصحة والسلامة، وتعيدوا وتعودوا البنات. اليوم البنات غادي ندير معكم واحد الخبز ديال العيد الى ان شاء الله. المقادير ديالو هي هذه اللي قدامي البنات. عندي هنايا البنات زلافة ونص ديال هاد الطحين، هذا كومبلي، هذا اللي فيه الطحين بالنخالة بكل شيء الحمراء وكل شيء دقيق كامل. عندي زلافة ونص، عندي زلافة ونص ديال السميد الرطب او سبيسيال، هنا كنقولوا لي سبيسيال الحرش. عندي معلقة صغيرة ديال الملح، عندي جوج زلايف ديال الفورص ديال الدقيق الابيض، غادي نزيدو مع هاد الدقيق. غادي ندير الخميرة، وندير معلقة ونص ديال الخميرة، هاد الخميرة الخميرة الفورية، هادي ندير معلقة ونص على حسب الجودة. بالحال راه سخون ما تكتروش منها، كتحمر دغيا. غادي ندير معلقة ديال هاد النافع، معلقة كبيرة ديال النافع، وغندير البنات جوج معلقات ديال هاد السمسم او الجنجلان، غادي نخلط البنات هادشي. هاد الخبز راه ما غادي ناكلو لا والو، غادي نجمعو وغادي نخليه يرتاح 5 دقائق ونعاود نرجع نجمعو تاني صافي ونخليه يخمر. ما ندلكو ما والو البنات، راه كيجي عرفتي، ما نقولش لكم كيفاش كيجي. انا كنديرو دائما في العيد، دابا غنبدا نصب الماء. هاد الماء يكون دافي البنات باش الخميره تفاعل لينا ونخمر لينا الخبز. كنتمنى البنات تدعموني وديروا لي لايك وتخلوا لي التعاليق ديالكم زوينين. كنشكر كاع البنات اللي كيكتبوا لي التعاليق. كنديروا ليه الماء حتى نحسوا به كله ولا كتله وحده. دابا ندير دابا يدي، نجمعو بحال هاكا. انا راه مغلبة دقيق الكامل ودقيق سبيسيال على الفورص، داير الفورص قليل وهادو دقيق الكامل وسبيسيال اكثر من الفورص. نحاولو نجمعو ومنخليوش فيه الدقيق، تبان ليكم كلو نساجم. ها هو تجمع، شتو؟ كنبغي نخليه بحال هكا، مدلكتو ما والو البنات، ها قدامكم. غادي نخليه دابا 5 دقايق ونرجع ليه.
غادي نغطيه بالبلاستيك الغذائي ونعاود نرجع معاكم. ها هي البنات مني خليتها 5 دقائق، دابا البنات غادي ندير نضيف شويه الماء صافي وغادي عين نديها ونجيبها. شوف هذا هو السر ديال هذا الخبز باش كيجي فش وكيجي مدلوك مزيان غير بهذه الطريقه. البنات اللي ما كيقدوش يديكو الاخوات ديروا عليها الطريقه وتفكرون. صافي البنات غادي نخليه دابا يخمر، ومني غادي يخمر غادي نعاود نوريكم كيفاش كيتقرص. دابا الاخوات هي خمرات ليا العجينه ديالي، شوف كيف تضاعف الحجم ديالها، راه كتخلوها على نص ساعه راه كتخمر بحال سخون، دابا كتخمر دغيا. غادي دابا ندير واحد شويه ديال الزيت هاي باش ما تلصقش ليا العجينه في يديا. شوفوا البنات العجينه كي كتولي شوفوا كي كتولي، هذه راحت فيها النخاله، فيها الطحين ديال النخاله واللي تيبان لكم بحال هكا. كنديروها في هاد سبيسيال الطحين هذا لولبوها فيه. صافي نخليوها ونديرو وحده اخرى نلولبو العجينه ديالنا. بحال هكا حاولوا ما تدخلوش لها الدقيق بزاف باش ما تقصحش ليكم. بحال هكا ندير وحده اخرى صافي. غادي نلولب هادشي كله ونرجع معاكم. انا دابا غنقرصها بهذا الحجم، غادي نديها دابا الوصله بحال هكا راه غادي تنفخ. غادي نقرص معاكم هادي، كنقرصو عادي كما كنقرصو الخبز. كنعتذر على هاد الصوت ديال هاد الحولي، ما بغاش يسكت من التمعميه. كنقرصو بحال هكا البنات على هاد السمك صافي، وكنديرو بيه في الوصله. غادي نكمل التكراس صافي، وغنخليها البنات يخمر 15 دقيقة. راح يتخامر 15 دقيقة صافي وتبداو تخبزو فيه. كتخبزو البنات، انا كنخبزو في الفران ديال الغاز، كنخبزو على كندير ليه العافية عندي من الفوق ومن التحت، كنشعل ليه العافية من الفوق والتحت، والعافية اللي الفوق كنقصها والتحتانية كنخليها متوسطة. ملي كيتحمر ليا البنات من الفوق كنهبطو لتحت، كنقلبو نهبطو لتحت ونرمي الاخرين تاني من الفوق حتى كنكمل الخبز ديالي. ومني غادي يتخبز غادي نوريه لكم البنات كيفاش كيجي. دابا البنات ها هو الخبز خمر، دابا غادي نهزو باش نخبزو. غادي دابا نهزو في هاد البالة ديال الفران وغادي البنات ندير ليه عير بحال هكا صافي وغنديه نخبزو. صافي البنات الخبزو ورجع معاكم. ها هو الخبز ديالي طاب، شوفوا كي كيجي البنات ها كيجي زوين، نقسم لكم شوفوا كي كيجي
شوفوا كيجي كل لون مشبك. شوفوا كي كيجي الخبز ديال الدار رائع. شوفوا البنات كيفاش كيجي، راه كيجي زوينه البنات. شوفوا نعجبكم هذا الفيديو بارطاجيو وديروا لي لايك وخليو التعاليق ديالكم زوينين اللي كيشجعوني. وعواشر مبروكه، عيد مبارك سعيد، وكل عام انتم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Dis-moi qui douche.